الصوره اللي معانا النهارده صوره النجم الانجليزي هاري كين، واللي عادل امبارح رقم جيمي جريفرز الهداف التاريخي لنادي توتنهام بعد ما سجل هدف الفوز لفريقه في شباك الفريق فولهام في الدوري الانجليزي، علشان تنتهي المباراه بنتيجه 1-0، وبكده يكون هاري كين قائد المنتخب الانجليزي، سجل الهدف رقم 266 ليه مع توتنهام. هاري واحد من نجوم الكرة الإنجليزية طبعا، هو دلوقتي كسر رقم جيمي جريفز اللي كان متصدر قائمة الهدافين التاريخيين لتوتنهام، واللي كان محتفظ بيه من سنة 1970، يعني 35 سنة مفيش لعيب قدر يجيب العدد ده من الأهداف مع فريق توتنهام، لحد ما جه هاري كين امبارح وتعادل معاه في الأهداف، واللي علق على الموضوع وقال: كنت محتاج فوز بعد ده، بعد النتائج الصعبة دي، فخور جدا جدا بتساوي في الرقم القياسي مع جيمي جريفز، بس دلوقتي هدور على هدف تاني لتحطيم. الحقيقه فكره كسر الارقام القياسيه بقت الشغل الشاغل دلوقتي عند نجوم اوروبا في كره القدم طبعا، واللي وصل لهم لده اللي عمله الحقيقه كريستيانو رونالدو وميسي في كره القدم، والمنافسه اللي كانت ما بينهم لاكثر من 15 سنه، كل اللعيبه بقت واخده المنهج ده، وده اللي بيدوروا عليه دلوقتي، الانجازات الفرديه. بالظبط، اكيد ده كمان بيخلق هند روح منافسه عندهم، فانهم ينافسوا بعض على مين يكسر ارقام فلان في اللعبه، ده بيديهم دافع وهدف يشتغلوا عليه علشان يحققوه. عشان كده بنقول دايما لازم يكون قدامنا هدف بنسعى ليه علشان نحققه، وما نمشيش في حياتنا كده وخلاص. صح صح, صح, صح. بالظبط كده.